البعض بيتخوف من انه في ارتباطات ما بين كل التيارات المتطرفة وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وربما رأينا انه كثير من قيادات الجماعة في الخارج كانت مرحبة جدا بهذا الظهور الخاص بطالبان، والبعض رأى انه ده شيء يعني مؤشر مهم لوجودهم وأهميتهم يعني بالنسبة لقوى كثيرة غربية بعد السقوط الرهيب اللي حصل لهم في تونس، وربما التزامن الوقتي اداهم الدفعية دي. انت شايفة ازاي المشهد ده والعلاقات اللي ممكن تنشأ ما بين التيارات المتطرفة اللي موجودة في المنطقة؟ اولا فكرة جماعة الاخوان المسلمين وارتباطها بالجماعات المتطرفة، يعني هي الجماعة الام الاخوان المسلمين، والفكر الاساسي لجماعة الاخوان المسلمين هو الفكر المنفذ في معظم الجماعات او اغلبيتها الجماعات المتطرفه، فبالتالي لا يمكن فصلهم، ممكن فصلهم في المشاريع السياسيه، لكن فكريا هو لا يمكن فصلهم. جماعه الاخوان المسلمين لها فكر متطرف جدا، ربما هي اذكى بحكم التجربه ان هي بتدخل من يعني مداخيل سياسيه واقتصاديه داخل الدوله. الجماعات الاسلاميه مثلا زي داعش وغيرها ما عندهاش الكونسبت دي، ما عندهاش الاستراتيجيه دي، لكن في النهايه هي مجموعه واحده اسمه الاسلام السياسي بين قوسين المتطرف، لان في النهايه جماعه الاخوان المسلمين بتستخدم القوه لفرض رايها في المجتمع، فبالتالي هي متطرفه. فلا يمكن يعني او لا يوجد اختلاف بينهم بصرف النظر عن الاشكال اللي يسوقها البعض او بعض القوى الداعمه للاسلام السياسي حتى تتحايل على واقع الجماعات او المنطقه او الدول، سياسه الدول. بمعنى انت على سبيل المثال جبهه تحرير الشام في سوريا جماعه متطرفه، في الاول كانت جماعه ثوريه، بدأت ضغوط أو بدأت جرائمها تظهر في الداخل السوري ويتم تسويقها داخل الأمم المتحدة من خلال البعثة الدبلوماسية السورية. القوى الغربية الداعمة لجبهة تحرير الشام عشان تلتف على هذا الأمر غيرت اسمها، يعني أسمتها أو خرجت منها عناصر أخرى بشكل تاني عشان خاطر العقوبات اللي مفروض تحت الضغط الدولي تتفرد على كيان وهمي. فبالتالي هو اختلاق كيانات من كيانات ولكن الأفكار واحدة. انت أشرت نقطة هامة جدا وانا احب أكد عليها، ان هناك تزامن ما بين اللي حصل في أفغانستان وإعلان الإمارة من خلال طالبان وما بين سقوط الإخوان في تونس، وطبعا قبلها مصر هي اللي يعني كانت قاطرة الطريق في المنطقة. الإسلام السياسي في المنطقة أنفق عليه مبالغ طائلة، والديمقراطيين كالبريطانيين بالسليقة بيدعموا الإسلام السياسي وصانعيه من أيام سيد قطب وغيره. فكرة أن أنت تضرب المشروع وأدواته ده لا يعني أن القوة الداعمة له هتستسلم للأمر، هي بتعيد خلق المشهد بطريقة أخرى بشكل آخر في منطقة جغرافية أخرى عشان تستخدمه، لأن هي يعني تعتمد عليها اعتماد كامل. هي الهدف من المنطقة العربية ليه دايما منطقتنا منطقة صراعات؟ لأن هي منطقة ثروات. منطقة ثروات، فكرة ان يكون في نموذج او نماذج متعددة زي مصر، بمعنى دولة قوية اقتصاديا عسكريا استخباراتيا امنيا اجتماعيا، ده يعني ان انت مش محتاج للقوى الكبرى. فبالتالي هي لازم تصنع واقع يسمح بالدخول او بالتدخل الخارجي فيها، ده هتعتمد عليه بشكل اساسي بقى في صور متعدده ابرزها الاسلام السياسي. طبعا في الجمعيات الاهليه والمجتمع المدني وفي الاعلام، يعني بيبقى تمويل الاعلام بشكل كبير عشان خاطر يسوق للدول دي داخل المجتمع، ولكن في النهايه الاسلام السياسي كمشروع ربما فعلا حققنا انجاز كبير في تحجيمه في منطقه الشرق الاوسط على الاقل كتواجد، لكن كفكر انت ما زلت مهدد. وهنا نرجع لمشروع حياه كريمه، ان انت بتعالج الفكره من جذورها، انت بتخش بقى المجتمعات اللي كانت مهمشه اللي استغلها الاسلام السياسي في كل المنطقه مش بس عندنا في مصر، ونشر افكاره فيها واستخدمها ضد الدوله. انت بتحاول تعالج ده في نفس الوقت بالتزامن مع ان انت بتحاول اعاده تاهيل المجتمع ومساعده الدول الاخرى، لان سقوط لا قدر الله العراق له تبعات على مصر.